فقرتنا الثانية اللي هي دائما محط اهتمامنا القضية الفلسطينية، واليوم كل شخص بيقدر يعبر عن حبه، يوصل رسالته ودعمه للقضية الفلسطينية ولأهلنا بفلسطين، الطبيب، الإعلامي، الفنان وكل فئات المجتمع. لكن اليوم الأطفال كمان كان لهم دور بالتعبير عن هذا الحب. اليوم رح نضوي على مجموعة من الأطفال قدروا يوصلوا رسالتهم ويعبروا عن حبهم من خلال إبداعاتهم اللي تجسدت بين الريشة واللون يا هايدي. وقديش حلو هذا الشيء وقديش مكبر القلب. ويمكن ليلى بمحطتنا الصباحية الماضية بالاجتماعية كنا نحكي قد ايه مهم اليوم نحن نشرح لأطفالنا عن قضايا المجتمع وعن القضية الفلسطينية تحديدا. اليوم شفنا هذا الشيء يمكن متجسد عند هدول الأطفال بلوحاتهم يلي عم يدعموا من خلال القضية الفلسطينية، لنتعرف أكثر عنهم ونتعرف على ضيفنا الفنان التشكيلي وعلى تجربته بالفن التشكيلي. خلونا نرحب سوا الفنان التشكيلي عمر المدني. اسعد صباحك. اهلا وسهلا. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير. اسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. بدايه خلينا نحكي عن برنامج ارسم معنا اليوم اللي حضرتكم عم تقوموا فيه للاطفال. هلا معروف في برامج تعليم للرسم بعده محطات وباساليب مختلفه، يعني حتى صار في وسائل التواصل، مثلا صار في على اليوتيوب، على الفيسبوك، على في آلاف البرامج لتعليم الرسم وآلاف الأفكار وبتقنية عالية وبأدوات حديثة ومتطورة. فنحن حبينا بدائرة الأطفال بالتلفزيون العربي السوري نقدم برنامج بطريقة مختلفة شوي عن البرامج الموجودة بكل هالوسائل هي والمحطات اللي ذكرتها. هلا فكرة برنامج ارسم معنا على قناة الفضائية السورية هي لها اهداف كثيرة مفيدة للطفل. بالبداية بقول الفكرة الاولى هي زيارة موقع اثري بسوريا مع مجموعة من الأطفال على شكل رحلة للأطفال على هالموقع هذا. منزور هالمكان هذا نحن بنرسمه بشكل مباشر. فأغلب الأدوات والبرامج اللي بنشوفها على وسائل التواصل هي رسم من صور أو بداخل استوديو، يعني بتقنية بتكون أو ما فيها جهد كبير للفريق العمل اللي عم يقدم البرنامج. أما برنامج أرسم معنا هو في جهد أكبر بسبب انه نحن كل ما نزور موقع في فريق تصوير كامل عم يزور معنا هذا الموقع مع مجموعه من الاطفال الموهوبين حصرا يعني بالرسم واللي بيحبوا يرسموا وعندهم شغف كبير بالرسم. فمنزور نحن وهالمجموعه من الاطفال موقع الاثري، ونحن بنعرف بلدنا سوريا ما في قريه او مدينه الا فيها مواقع اثريه الى عمر مثلا مئات السنين والاف السنين وغيرها. فنحن بنحاول بالهدف الاول انه نزور هذا الموقع نرسمه بشكل مباشر. الهدف الثاني تعريف الطفل بهذا الموقع، يعني مثلا نحن زرنا قلعه دمشق، بنحكي للطفل قدم قلعه دمشق، امتى انبنت قلعه دمشق، معلومات بسيطة حتى ما تكون مملة للطفل، يعني ياخذ فكرة هيك بسيطة عن هالموقع هذا. والهدف الثالث هو الرسم، يعني انه الطفل عم يرسم بشكل مباشر، ومن المعروف الرسم بشكل مباشر بيعطي ثقة بالنفس للطفل اكثر لما يرسم بشكل مباشر ويرسم المواقع اللي هو بيحبها ببلده وبيتعرف عليها. اكيد يعني نحن عم نتابع عبر الشاشة لوحات يلي عم يرسموها هدول الأطفال، وأيضا تواجدك معهم برنامج جدا مهم، ويمكن مثل ما ذكرت عم يدعم اليوم مواهب هدول الأطفال. خلينا نحكي كيف عم بيكون تفاعل الأطفال اليوم مع حضرتك، كيف عم يقدروا يعبروا اليوم من خلال الفن التشكيلي؟ هلا الطفل لما يرسم وبيعرف انه مثلا انا اليوم بدي ارسم مع التلفزيون، بدي ارسم مع وسيله اعلام وطنيه مهمه، فبيكون كثير مندفع ومتشجع انه حابب انا اليوم اشارك بهذا البرنامج. فبيكون في مثلا شغف كبير انه انا اليوم بدي اصور، وهالفقره اللي حصورها او الحلقه اللي حصورها حتكون ذكرى بالعمر للطفل على مدى سنوات طويله.
تمام، يعني نحن عم نشوفها على الشاشة مجموعة من اللوحات بتحكي الذاكرة والطبيعة والإنسان اليوم في غزة الجريحة وفلسطين المحتلة. خلينا نحكي أكثر كيف تفاعل الأطفال اليوم، يعني كثير مهم الأطفال يعبروا عن حبهم، يكون عندهم وعي وثقافة لفلسطين، قديش هنن اليوم عم يقدروا يرسموا هذا الشيء ويوصلوا هذا الشيء؟ والله نحن من وقت بلشت الأحداث بغزة فركزنا عن هذا الموضوع للأطفال. أول شيء عملنا حلقة عن مسجد قبة الصخرة اللي هو المشهور عالميا أنه هذا المكان هو القدس، يعني هي مركز القدس. وضحنا للأطفال أول شيء رسموا الشكل الهندسي للقدس ورسموا وعرفوا أنه هذا المكان هو مسجد قبة الصخرة وليس مسجد الأقصى. والمسجد الأقصى هو بجوار القدس، فكان الأمور فيها تعليمية للطفل أنه هذا المسجد اسمه مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى هو بجوار مسجد قبة الصخرة. عملنا حلقة ثانية عن الكوفية الفلسطينية، يعني الطفل بيشوف هالكوفية هي الناس بتلبسها على راسها، فبدأ يعرف أنه هالكوفية هي إلها رمزية، الخطوط الموجودة بالكوفية، الرسومات الموجودة بالكوفية اللي هي مثل شبكة الصيد، مثل السنبلة، سنبلة القمح، يعني حتى أول شيء يرسمها وثاني شيء يتعلم أنه هالخطوط الموجودة بداخل الكوفية شو رمزيتها وشو أهداف رسم أو الحطة اللي موجودة على الرأس، هي مو بس حطة، هي إلى أهداف ثانية. أما حلقة غزة فنحن حاولنا أنه نعطيها أهمية كبيرة للحلقة، طلبنا من مجموعة كبيرة من الأطفال ترسم فكرها باللي عم يصير بغزة، يعني وجهة نظرها، رأيها باللي عم يصير بغزة. شو شفت أستاذ؟ خلينا نوضح شو رسموا الأطفال بداية. هلا نحن طلبنا شو الشيء اللي اكتشفتوا فيهم؟ هلا نحن طلبنا من الأطفال يرسموا ببيوتهم، يعني شو رأيهم باللي عم يصير بغزة، أو يرسموا لنا هالملحمة اللي عم تصير اللي عم يصير بغزة. فكان العدد اللي شاركوا بحلقة غزة أضعاف حوالي 35 طفل وطفلة شاركوا بالحلقة اللي عملناها عن غزة. تفاجأنا بأنه الطفل عم يتابع أخبار، عم يتابع، عم يتفاعل مع الحدث اللي عم يصير، عم يغضب، عم يزعل، عم يتأثر مثله مثل الكبار تماما. وحتى صار يرسم بعض اللوحات تروي قصة، يعني مو بس اللوحة مثلا بتعبر عن فكرة حدث اللي عم يصير، اللوحة عم تروي قصة، يعني مثلا احيانا بنشوف من هون دخل الجندي، من هون دخل المقاوم، من هون فاتت الدبابة، من هون، يعني في قصة كاملة عم تروى بلوحة ورسمها طفل. فقديش هالطفل هذا متفاعل مع اللي عم يصير، قديش الطفل متأثر بالحدث الصعب اللي عم يصير، وبالاخص الاطفال اللي شفناهم الموجودين بالحاضنات اللي ماتوا او استشهدوا بسبب الاهمال وبسبب انقطاع الكهرباء. فهذا الشيء خلى الطفل كمان يرسم بطريقه هيك فيها صرخه، فيها عنف، فيها يعني غضب كبير من الحدث اللي عم يصير. تماما، اليوم الطفل ضروري يعبر عن شعوره، لانه دائما الطفل بيكون شعوره صادق، بيعبر عن الشيء اللي هو بيحسه بدون ما انه يقدر يصطنع او يمثل باي شيء. اليوم في كمان عمل لحضرتك عن نهر بردة، تحكي لنا شوي عنه؟ هلا مثل ما ذكرت من شوي انه كل مكان بسوريا في مكان اثري، في مكان له قيمه تاريخيه، له قدم، له. فمثل نجيب مثال مثلا نهر بردة، نهر بردة اللي بيمر ونفرض من منطقه دمر، انا من دمر، فانا بشوف نهر بردة خمس انهر بيتحول لخمس انهر بمنطقه دمر. تصور انت ماشي بمكان في خمس انهر، في سكة قطار، في شارع رئيسي، فتصوري ان قيمة هالمكان هذا لما يكون في هالعدد الكبير من الانهار وعدد الكبير من الاماكن الاثرية المهمة، بالاضافة انه منطقة دمر فيها قصور، فيها مثلا قصر شمعايا، فيها مبنى البلدية اللي بدمر هو
سابقا كان قصر رئاسي، في موقع كمان بتذكره هيك غايب عن بالي شوي. وفي الاهم اللي حابب احكي عنه هو في شلال مشهور كثير بدمار. هذا الشلال انا موجود الصوره هون اذا حبيتوا تعرضوها. انا هذا الشلال رسمته عده مرات. هذا الشلال كان بيقسم نهر برده لقسمين، وهذا الشلال عمره مئات السنين، وفي صور توثيقيه لهذا الشلال انه هو عمره مئات السنين، بس بسبب قوة مياه نهر البردة وعوامل الجو هذا الشلال تهدم. فنحن بنتمنى يعني على شاشتكم الكريمة انه ينبنى من جديد هذا الشلال. والسبب كان كل اهالي وسكان مدينة دمشق يزوروا دمر ويتفرجوا على هذا الشلال، لانه كان منظره بغاية الجمال وبيعطي جمالية للمنطقة، بالإضافة انه مركز اصطياف كان لسكان دمشق وجلوسا بمنطقة دمر وعلى ضفاف نهر بردة ومشاهدتهم لهالمكان الجميل. طيب خلينا نروح من نهر بردة لدور الفن التشكيلي اليوم بالتعريف بالقيم الجمالية والحضارية والمعروف عن لوحات حضرتك بالأعمال الشامية اللي بتعكس يمكن جمال وتراث البلد. خلينا نحكي عن هذا الدور. هلا اذا بنروح نحن على اي تركيزك اليوم على سبب التركيز. هلا نحن اذا بنروح على اي بلد بالعالم بنشوف اهتمام الفنانين يرسموا بلدهم، يرسموا حضارتهم، يرسموا تاريخهم، يرسموا الاشياء المهمه ببلادهم، ويخلوا الزوار اللي بيزوروا هالاماكن هي ياخذوا معهم لوحه ذكرى من هذا المكان، بالاضافه انهم زاروا هالمكان انه عندهم لوحه فنيه من هذا المكان. فدمشق بلد عمرها الاف السنين، ففيها اماكن لا تعد ولا تحصى من المناطق الاثريه، وطبعا سوريا كلها بشكل عام. يعني ما في قريه بسوريا، ما في ضيعه، ما في مدينه الا فيها ولو حتى جسر قديم، ما فيها بناء قديم، فيها قلعة، فيها سور، فيها شيء أثري، وهذا كله بدل على قدم سوريا وحضارة سوريا. فأنا من هذا المنطلق أنا استمتاعي لما أرسم بلدي، أرسم بلدي بكل ألوانها، بكل فصولها، بكل أحوالها، فهذا الأمر بيعطي متعة بالإضافة للعمل بتوثيق الأماكن هي وإضافة جمال لهالمناطق اللي هي أصلا جميلة. تماما. يعني اليوم الأطفال كمان لما شاركوا بهي الأعمال وخصوصا الرسومات فيما يخص فلسطين وغزة بالتحديد، شو أعمار الأطفال اليوم اللي كانوا عم يرسموا وشاركوا بهذا الشيء؟ هلا نحن ما بنعتمد على عمر معين او سن معين. في عندنا اطفال مشاركين بالخمس سنين، في عندنا اطفال لل 15 سنه حسب الموهبه اذا موجوده. يعني حتى الافكار اللي بتصير بهي الاختلاف الاعمار تكون افكار مختلفه واضافات جميله للبرنامج، فهذا الشيء كله بيعطي البرنامج جماليه اكثر، انه يكون في اعمار مختلفه ويكون في ثقافات مختلفه، يكون في خيال مختلف. يعني الطفل الصغير خياله غير خيال الاكبر الاكبر الاكبر، فكل هذا بينصب بالبرنامج حتى يعطيه جماليه اكثر واشراق اكثر وتفاعل اكثر من مختلف الاعمار. يمكن الاعمار الصغيره اليوم بيطلع معهم افكار ابداعيه اكثر واجمل. الاعمار الصغيره بتكون خيالهم اوسع. يعني الاعمار الصغيره بيرسم شغلات نحن ما مثلا ما بتكون واقعيه، ما بتكون ممكن نتخيلها نحن. فالطفل بيكون عم يرسم عالم بده يصير، عالم يعني ابعد من اليوم، وهذا السبب اللي بخلي الطفل له لمسه خاصه. يعني حتى نحن اذا حبينا نرسم ونقلد الطفل، كيف نرسم لوحه طفوليه ما بنقدر، لانه في رشفه خاصه برسمه الطفل، ما بنقدر نحن نعمل هالحركات هي بسبب انه مباشره اللي بيشوف اللوحه بيقول هي رسمه طفل، لا يمكن يعني نقدر نقلدها قد ما هي فيها عفوية، فيها صدق، فيها شعور من القلب، وفيها
نظرة للمستقبل أكثر. اليوم يمكن أي عمل ممكن يواجه تحديات، خلينا نوضح شو الصعوبات اللي عم تواجهها إن كانت اليوم ضمن البرنامج أو عملك كفن تشكيلي. يعني التعليم بالإضافة للعمل هو مكمل لبعضه، يعني متعة التعليم هي من نفسها متعة العمل بالرسم، بس يعني توجه طفل أو شخص بيحب الرسم وتدله على الطريق الصحيح. يعني مثلا في عندنا أطفال بترسم بس في عنده مشكلة بحاجة لتوجيه، يعني ولنفرض بيعتمدوا على رسم الاشكال الكرتونيه والشخصيات الكرتونيه المشهوره. هلا الشخصيات الكرتونيه ممكن ما بتخلي الطفل يتطور مثل اذا رسم شيء واقعي، مثل اذا رسم لوحه واقعيه، بناء حقيقي، شخص حقيقي، حيوان حقيقي. رسم هالاشخاص هي بشكل كامل او بشخص بشكل واضح اكثر بيعطيه قوة بالعمل الفني أكثر للمستقبل، يعني بيخليه يتطور بالرسم أكثر من رسم الشخصيات الكرتونية. يعني معروف مثلا بالشخصيات الكرتونية الوجه لون واحد، أما الرسم الوجه الواقعي ممكن الوجه يكون في مئات الألوان، مئات الألوان رسم الوجه، فبيخليه يتطور أكثر بالرسم لما يرسم بشكل واقعي للأشياء اللي حواليه، إن كان جماد، إن كان إنسان، إن كان حيوان، إن كان طبيعة. فبيخلي الأشياء هي عند الطفل بتعطي وسع أكثر بالخيال، حتى يصير عنده خزينة بذاكرته بقوة التعرف على الأشياء المحيطة فيه ورسمها بشكل أنجح وأوضح وأجمل وأفضل. أكيد. تمام أستاذ، خلينا نحكي شوي عن مشاريعكم الحالية اللي عم تقوموا فيها. المشاريع في بالإضافة لبرنامج أرسم معنا، في عنا رسم جداريات بمدينة دمشق. أنا عملت لوحتين جداريات تحت جسر فيكتوريا، وهلأ إن شاء الله بصدد رسم جدارية عن سوريا. أنا عملت جدارية عن معالم مدينة دمشق، أما المشروع القادم إن شاء الله بدي أعمل جدارية عن معالم سوريا ككل، نأخذ من كل مكان بسوريا جزء أثري قديم ودمج المواقع كلها بلوحة واحدة، بالإضافة دمج الحجارة مع بعضها. يعني مثلا ادمج حجارة السويداء مع حجارة تدمر مع حجارة قلعة حلب، مع فدمج هي الصخور هي كلها مع بعضها بتصير على شكل أن سوريا كلها قلعة واحدة بلوحة. فهي طبعا في فترات زمنية ببناء قلعة دمشق أو قلعة حلب أو قلعة صلاح الدين أو كذا، فنحن لما ندمج القلاع كلها والصخور الموجودة فيها بلوحة واحدة ودمج الحجارة ببعضها، هي دليل على أنه سوريا هي قلعة واحدة، هي شكل واحد، هي مشهد واحد. أكيد. بالختام يعطيكم ألف عافية ومشكورة جهودكم، وإن شاء الله بالتوفيق لكل أعمالكم القادمة. الفنان التشكيلي عمر المدني، أهلا وسهلا. شكرا لك وللجهود اللي عم تقوموا فيها، وبالتوفيق دائما لكم وللأطفال اللي عم يصنعوا هذا الشيء وعم يعبروا عن إبداعاتهم وحبهم للريشة واللون. شكرا لك. وأنا كثير بتشكركم على استقبالكم. شكرا. أهلا.